أستاذ رجائي تحياتي. أهلا يا كاظم. دكتور كاظم يا رجائي. تعمل في ابني كده يا كاظم؟ تعمل في ابني كده؟ تبهدله يا أخي، ده أنا بعتبره ابنك، ربنا يديك طول العمر. من بعدي لما ابنك يزعلك ولا يعمل حاجة غلط تاخده في حضنك، مش تضربه، تخويه يا كاظم. أنا بعتذر لك على الطريقة الغير آدمية الوحشية اللي خرج بيها ابنك قدامك، بس خليني أسألك، دلوقتي اتكلمنا عن إن الحكاية ما بتنتهيش، يا ترى الحكاية بدأت إزاي؟ والله يا كاظم، أنا لاحظت عليه أعراض غريبة الفترة اللي فاتت، يعني لقيته بقى عنيف مناقم على المجتمع، ويعني ما بيحبش المشاركة، ما بيحبش يشاركني في أي حاجة، لا صلاة عيد كبير ولا صغير ولا غيره. وبعدين لقيت نفسه اتفتحت فجأة على البيتزا من شكل جبن. كان عليها أي إضافات؟ كانت سموكت سالمون، وكان أحيانا بيطلب روز بيف، وأنا يعني بفكرني بنفسي أيام ما كنت تين إيجر، وبعدين اتعلم السباحة والرماية في نادي الصيد، وبعدين لقيته ابتدى يضرب زمايله، ابتدى يتخانق معاهم في اللي داخلين في السباقات وبيجروا وراه، والصدفة البحتة، يعني أنا قلت أمين أول ما شفت إعلانك على سور مدرسة في الزهراء، جيت لك جري. ثانية واحدة، إعلاني فين؟ مدرسة؟ إعلان دكتور كاظم يبقى على سور مدرسة؟ أنت جاي تهرج يا أستاذ؟ أنت في حضرة دكتور كاظم، إحنا جايين نهرج، اتفضل، مش مقبول اللي حضرتك بتقوله، اتفضل، ورينا عرض كتافك. النهارج بيقول لي اعلاني على سور. انا عارف ان الهيافة دي اكيد بالوراثة، عمرها ما تكون جاية كده بوليدة الفطرة. لا صحيح، واحد كل مشكلته مع ابنه انه بيحب البيتزا والروز بيف والسجق، طبيعي ان ابنه يتعقد. اب زي ده اب غير مسؤول. اغنية الحملة القومية للقضاء على اللياقة البدنية. ينتقدوني وكمان يستفزوني، كنت اتكلمهم عايزين يموتوني، مالهم بكرشي لو بيقولولي ما تخس يا ابني، يا عم انت ما تسيبوني، مالكم انتم بترهلاتي، انا مبسوط وسعيد بحياتي، مالكم انتم بترهلاتو، هو مبسوط وسعيد بحياته، مالكم انتم بترهلاتو، هو مبسوط وسعيد بحياته.